بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث في هذه الحلقة عن معنى كلمة القبلة في اللغة العربية والقرآن الكريم، ونعني بكلمة القبلة قبلة الصلاة التي يتجه إليها المسلم عند أداء صلاته. ومن أهم الأحداث التي ارتبطت بالقبلة ما حدث من تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في العام الثاني لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت الآراء حول الشهر الذي جرى فيه تحويل القبلة بين أن يكون في رجب أو شعبان. يدل المعنى الأصلي لكلمة القبلة في اللغة على الجهة، وهذه الكلمة عامة تعني أي جهة في أي مكان. ويشير معجم لسان العرب لابن منظور إلى أنه عندما تسأل أين قبلتك فإنك تعني أين جهتك، وعندما تسأل من أين قبلتك فإنك تعني من أين جهتك. وقد تعرضت كلمة القبلة للتخصيص في الإسلام، مثلما حدث مع العديد من الكلمات الأخرى التي نقلها الإسلام من الدلالة العامة التي تصلح لأي شيء وأصبحت لها دلالة خاصة. ومن هذه الكلمات الصلاة التي تعني في الأصل اللغوي الدعاء، ثم صارت تدل على الصلاة المعروفة في الإسلام والتي تتضمن الدعاء. وهناك كلمة الحج التي تعني القصد إلى أي مكان، ثم صارت في الإسلام تعني قصد مكة المكرمة لأداء هذه الشعيرة الإسلامية بأركانها المعروفة. وهذا هو ما حدث أيضا مع كلمة القبلة التي تدل في الأصل اللغوي على الجهة دون تحديد لجهة معينة، ثم انتقلت الكلمة من الدلالة العامة إلى الدلالة الخاصة على الجهة التي يتجه إليها المسلم عند صلاته، فحدث للكلمة تخصيص بعد أن كانت كلمة عامة. ويوضح معجم تاج العروس للزبيدي أن القبلة تعني في الأصل الحالة التي عليها المقابل، فما يقابلك هو في جهتك، ثم أصبحت معروفة بالمكان المقابل الذي يتوجه إليه المسلم في صلاته. وردت كلمة القبلة 7 مرات في القرآن الكريم، منها 4 مرات جاءت فيها الكلمة دون أن تضاف إليها أي ضمائر، أي أنها جاءت قبلة دون إضافات بعدها، وذلك في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وقوله: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وقوله: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وجاءت كلمة القبلة مضافة إلى ضمير المخاطب أي قبلتك في آية واحدة، هي قول الحق سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ووردت كلمة القبلة مضافة إلى ضمير الغائب الجمع أي قبلتهم في آيتين، هما قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم. أشار ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن إلى أن قبلة كل شيء هي ما قابل وجهه، وأنك عندما تقول قابلت فلانا فإنك تعني أنك صرت قبالته، فهو لك قبلة وأنت له قبلة، وذلك عندما يقابل كل واحد منهما الآخر بوجهه.
وأوضح فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أن قبلة الصلاة سميت بهذا الاسم لأن المصلي يقابلها وتقابله، وأن القبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسان. وعند تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس لكم أيها المؤمنون بالله ورسوله: إذا حولتم وجوهكم عن قبلة اليهود التي كانت لكم قبلة قبل أمري إياكم بتحويل وجوهكم عنها شطر المسجد الحرام، سيقولون: أي شيء حول وجوه هؤلاء فصرفها عن الموضع الذي كانوا يستقبلونه بوجوههم في صلاتهم؟ فأعلم الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ما اليهود والمنافقون قائلون من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام، وعلمه ما ينبغي أن يكون من رده عليهم من الجواب، فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا محمد فقل لهم: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كانت قبلة المسلمين في الصلاة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، وكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلقا بالبيت الحرام الذي بناه أبوه إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان يتجه إلى المسجد الأقصى ويجعل أمامه الكعبة. وعندما هاجر إلى المدينة المنورة لم يستطع فعل هذا، لأن البيت الحرام لن يكون أمامه أثناء اتجاهه إلى المسجد الأقصى في المدينة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء راجيا من ربه أن يجعل قبلته إلى المسجد الحرام الذي يتعلق به قلبه، واستجاب له ربه عز وجل. وكان ذلك في شهر رجب أو شهر شعبان من العام الثاني للهجرة النبوية المشرفة. وقد جاء ذكر تحويل القبلة في الحديث الذي رواه البخاري، وجاء فيه عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وإلى لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. لمشاهدة الجديد دائما يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتسجيل الإعجاب وإبداء الملاحظات والاقتراحات في التعليقات.